من اكبر الاختلالات اللي كاينه الان في مدونات اسره هي هذاك السن ديال الزواج لفتاه 15 سنه. يعني انت موقع على اتفاقيه دوليه لحقوق الطفل سنه 89 20 نوفمبر 89 كتقول بانه يعتبر الطفل كل شخص يقل عمره على 18 سنه. اش كيعني هذا؟ فتيات اولا شباب اولا فتيان قل من 18 سنه هم اطفال. ومني كتجي مدونه الاسره وكتسمح للطفله تزوج في حالات استثنائيه وبترخيص من القاضي وكذا ب 15 عام ترخص لطفله ان تصبح اما وتصبح زوجة. هذا الامر خصنا نتركه. خص توحيد سن الزواج في 18 سنه للذكور وللاناث. عيب وحرام وهذه معركتنا غادي نخوضها في المستقبل. صحيح كاين حالات استثنائيه، كاين الحالات ديال الحمل ديال الطفلات القاصرات نتيجه اعتداءات جنسيه لانها هي قاصر في الـ في الـ في, الـ في الاخير، نلقاو لها اليات ديال الحل والتعامل مع هذا المشكل، الا السماح بتزويجي ماشي بزواج، بتزويجي الطفلات اللي قل من 18 سنه. هذه معركه سوف نخوضها مستقبلا من اجل تعديل مدونه الاسره والرفع من سن الزواج للنساء الى 18 سنه. ما نقبلش فتاه عندها 15 عام تكون زوجه وام. هذا اغتصاب للطفوله.